السلام عليكم، معكم لطفي ساكس على مجلة العروسة. مغنية مثلا بحال دنيا باطمات، مثلا كيبقى القضية ديال كما قلت لك ديال 4 المليون ديال إكرام بيلانوفا، والله يشافي الجميع. الور لطفي ساكس ارتيست ماروكان، عازف آلة الساكسوفون، قاطن بمدينة الدار البيضاء، والموسيقى ديالي والعزف ديالي كيتميز بما يسمى بالموسيقى الإلكترونية اللي تنلقيها اترافير الآلة ديال الساكسوفون. ادور الموسيقى ديالي هو صراحة الناس فاش يسمعوا الساكسوفون المرة الأولى يمشيو ديريكتومون مع الرومانسية وروجيسترومونس، موسيقى كالم. لطفي ساكس 1000% العكس ديال هادشي كامل، باسكو الريجستر ديالي كيف قلت قبل سي الموسيقى الالكترونيه. يعني فاش تنكون في ان ايفينمون سكو جابيل انا الحيحه وساكسو، لو باساج ديالي كيكون لا بلوبار دو طون 40 دقيقه 45 دقيقه، تيتميز بالامبيونس اللي كيكون تري امبيونسي و تري سي سكو جابيل ان شو بلو ساكسو، في ما كيكونش اونيكمون لو جو، كيكون تجاوب مع الاودينس، كيكون تبوج بزاف فيه. يعني كنت نحاول كيف قلت نكري لو شو، ماشي جوست نعزف الآلة ديال الساكسوفون. فوالا، هو الكلمة شو ملي كتكون ارتيست، راه مثلا فاش تكون ارتيست تتغني كاين الارتيست المغني اللي تيلقي الغناء ديالو، وكاين اللي كيكري الشو كيف كما نقولو، تيكري الشو تيتجاوب مع الاودينس، تيتحرك بزاف في الاستراد، و اون بلوس دو سا كيقدم واحد لار اللي هو مختلف، اللي هو نفس الشيء تنتوق نديرو. مثلا نعطيكم مثال، دونك سعد مجرد تبارك الله سي كالكان كي ماتريز بيان سون شو، ما يقولو سي با اونيكمون شي حد اللي يجي تيغني ولا شي حاجة، يجي كيكري اون امبيونس. شو هي كتكري واحد لومبيونس اكثر من الفن في حد ذاته، اون امبيونس ديال كتخلي الناس يدخلوا، كتدخل فيها الناس كيرجعوا حتى هما اون بارتي من سكو تو في، ما كتكونش انت يا بوحدك اللي كاين، كيكون كتجاوب تغني معاهم وعاد تعزف، من بعد تطيح في الارض تجري تحرك في الاستخاد. فوالا، هذا هو سامبل لا لوجيك ديال الشو، وشي حاجه اللي كيميتريزيها 1000% فنان بحال سالم جرد. وهو صراحة بغينا نهضرو على الصحة الفنية، بيان سور فيها ناس سبقونا وتبارك الله هما اللي موتيفونا باش نكونساو سواء في الآلة في حد ذاتها ولا في الفن كامل. واني فاش كنجي نتكلم على جينيراسيون ديالنا زعما راه كنعياو كنهربوا على هذه الكلمه هذه، الباد بوز مالوروزمون دابا هو اللي تيحاول اي واحد يطلع عليه يدير شي فضيحه، لو جور دابخي كيلونسي ان كليب. بعد انا بالنسبه لي زعما ما بغيتش ننتقد زملاء في الدومين، ولكن بارون دو كالوت في ساكس زعما الاخلاق ديالي التربيه ما تسمح ليش ندير حويجات بحال هكا، و دايور جيتي ابروشي بار دي بار سيغتان سوبور بور كريي البلبله بشي افكار اللي ما عندهم حتى علاقه بالموسيقى حتى علاقه بهذا، ما راه كيجيني الضحك على داك الشيء، ونهائيا ما كنشوفش هذا الشيء مستحيل نكون فيه بالمره انه ندخل في ان باد بوز. من جواب صعيب تجاوب عليه، عرفتي علاش؟ باسكو اولا ديما كانوا لي ساكسوفونيست في المغرب، و اون ميم طون عمرهم ما كانوا عاطين لهم الحق ديالهم. انا نقول لك علاش، باسكو ساكسوفونيست فين غتشوفو لا بلوبار دو طون غتشوفو في الباند ديال جروب فيه دونك المغني والجيتاريست الجيتار الكتريك باتور اي تو، ولا غادي تشوفو عاوتاني في ان اوركستر، لي دو كيكونوا دراري تبارك الله تيلعبوا مزيان اي تو، ولكن ما كيكونش لو شو طالع عليهم، ما كيكونش هو سكون ابل فرونت مان، الانسان اللي كيكون اون فاس هو اللي كيعطيك هو لو برينسيبال دو، ديما تيكونوا بارتي دو كيلكو شوز اللي حتى هي شي حاجه اللي مزيانه مفروغ منها وتعرضات عليها، سي جوست كو يعني جو بريفير انه نخدم في هذا الروجيستر ديال بوحديتي. تميز يمكن ديال لوت في ساكس من هذه الناحيه هو انه نقدر نقول لك اول كا تيحاول يكري امبيونس تو سول اون وان مان شو، يعني انسان واحد اللي كيكون كيلقي سور سن وكيكون كيحاول يطلع له الشو على حسب على لو ساكسوفون، ما كيكونش على المغني ولا على الفيولونيست ولا على المغنيه ولا على فوالا. دونك هذا هو الاختلاف، وانا علاش كنشوف بانه ما معطيلوش حقه.
باسكو الا نبيله والا زوينه والا بزاف د الحوايج اللي خاصها يكون تكون باينه اكثر من لو ريجستر ديال ان اوركستر ولا ديال الباند. هو التمييز الا بغيت نقارن مع مغني ولا مغنيه مثلا بحال دنيا باطمه تبارك الله عليها تي كتجي كتكري اومبيون زوينه في لي مارياج ولا في لي زيفيرمون فين تتكون نفس الشيء 40 دقيقه يعطيها لك لوط في ساكس بالساكسوفون. يعني ما كاينش اختلاف نهائيا ما بين المغني اللي تيلقي بالكلمات واللي تيلقي بالساكسوفون. كيبقى تميز اخر وانا سيفري بديت بموسيقى غربيه بشكل كبير لي روميكس ديال دي مورسو بحال ساكسو بيت بحال بيلاتشا بحال انيموز موسيقى غربيه جد معروفه اللي كتلعب على الساكسو. ا مومون دوني ضروري يقول لك تي ماروكان خاصك تلعب مزيكا ماروكان. ومن تما جات الفكره ديال انه نخرج موسيقى بحال شكل دو غناوا او ساكسو او ميوزيك الكترونيك ان ريميكس ديال شمس العشيه. الحمد لله دابا تلعبو تعجب الناس تو يعني في الالقاء دوفون اودونس. نفس الشيء دابا كجيساي دو فير مع ان كاش كول ديال مول كوتشي اش داك تمشي للزين دور بها الشيبان يدور بها. هذا الشيء كامل ان شاء الله واحد التوجه كومبليتمون نوفو ديال استغلال الاله ديال الساكسوفون في الموسيقى الالكترونيه وموسيقى مغربيه بيان سور. اذا فني واش فيه باك صاحبي؟ وما نقدرش نتكلم على ارتيست اخر حيت هذاك اللي غادي يكون باك صاحبي كيعاونو ما غاديش يقدر يقول لك باك صاحبي هي اللي عاونتني باش طلعت. انا نقدر نتكلم في لوكا ديال لوطفي ساكس تنحاول ما امكن انه الموسيقى ديالي تتكلم عليا دونك نحاول نبدع فيها. يعني بيان سور اون كولابوراسيون مع لو ستوديو كي ديغيغ موا ماكسيم برودكسيون. سينو جو بونس واحد التميز بارابور لوطفي ساكس هو انه خريج المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير لو ان سي جي avec un master ديال الماركتينغ ولا كومونيكاسيون ايفينمونسييل دونك tout ce qui a trait à les domaines هادو كيعاوني بزاف في الكونتاكت مع لي كليون مع لي زاجونس ايفينمونسييل مع لي جون كي مابيل. دونك في الحاله ديالي باك صاحبي ما هي كتلعب معايا ما هي كتلعب ضدي. نحاول ما امكن انه الموسيقى ديالي هي اللي دير بلاصتها وديك وقيتها راه شوف واش مارشا يرضى عليك ولا ما يرضاش يرضى عليك. المستوى الدراسي دونك كيف قلت في واحد لا ريبونس قبل خريج لو ان سي جي مدرسه وطنيه للتجاره والتسيير ماسترز اون ماركتينغ اي كومونيكاسيون بيزنس مانجمنت تو سكي ادخل هاد لي دومين. دونك ابري كنت خدمت واحد 7 اون 8 اون في لي دومين ديال ايفينمونسييل لو ديجيتال لي كوميرس لو ماركتينغ كاملين. و زعما صراحه عندي دومين حتى هما تعجبوني ولاني لا علاقة بالحب والشغف بالآلة ولا باسيون اللي هي اللي تعزف وتكون دوفون اون اودونس باش تلقي شي حاجة. و دابا شي حاجة اللي ما يمكنش نحبسها هي الموسيقى ما يمكنش نحبسها. راه الله يجعل انك ميم سي تو ني بوس با بروفيسيونيلمون راه تلقاني نريبيتي دو لا ميم مانيير وكنكري دو لا ميم مانيير. يعني كيبقى لو جو ديال الناس اي تو يعني جوست ان كورونمون ديال الابداع وديال الحب والشغف بالاله كيف قلت لك. ماتنو كيبقى القضيه ديال كما قلت لك ديال 4 المليون شهريا. هو كاين ان بيزنس فاميليال كو جو بوفي جيري ولكن كان ان شوا يا غادي ياخذ ليا وقت كثير ونحبس لوط في ساكس ونمشي مع الفلوس ولي صراحه كيبان لي اكبر تخربيقه في الدنيا تمشي مع الفلوس. سير مع شي حاجه اللي كتعجبك بلوطو كمع الفلوس. ابخي بتيت كما كيقولوا ديك لا باسيون ديالك هي اللي غادي دير لك ديك الفلوس اون فيزون شي حاجه اللي كتعجبك تي فوا. والحمد لله هذا هو اللي لقيت راسي فيه انه لطفي ساكس دابا بتي تابتي بديت ندير بلاصتي في المارشي كيف قلت لك. جايطو ليا دي زيفينمون دو تو جونغ دي زيفينمون ديبلوماسيك دي زيفينمون ديال جامعات كبرى باش ندير ان شو دي مارياج دي زاجونس ايفيرمونسيال دي زوتيل دي ريستو فوالا. دونك يعني كتبقى هاد القضيه ديال انه كان ان شو صعيب بزاف انك تخلي فلوس دو كوتي بور جيري ان بيزنس فاميليال اللي 1000% غيدخل لك وغياخد وقت كثير ولاني مشيت مع لاباسيون. كيبقى ان شوا حتى هو يقدر يبان الناس حمق ولكن بالنسبه ليا ما يمكنش نعيش بلا موسيقى. ما
جو بريفير ما نقول صراحة، عشان هو عشان نقول لك يعني تو ريسبي كو جي بور تو لي زوتر ميوزيسيان، كو سوا اللي كيلعبوا ساكسوفون ولا كيلعبوا آلات اخرين ولا مغنيين ولا اللي كان هذا، يبقى جوست شي مرات الشخص والطريقة ديال الإلقاء والتيب ديال الفن ديالو شحال ما تميز، شحال ما كيكون بلو دوموندي و ا دي بري بوكو بوكو بلوز الفي على لا نورم ديال سكي سدون في المارشي. واني جو بريفير انه ما نقولش الحمد لله. الحمد لله لافونتاج هذا العام واول حاجه تتوقع لي هذا العام هي انه لعبت في واحد 7 ولا 8 المدن مختلفين، ارسنال الدار البيضاء فين قاطن داخله، بنقرير، مراكش، طنجه، فاس، وجده مدينه ناطال ديالي، السعيديه، يعني عندي هاد ليتي مدن اخرين بحال شكل مكناس، مراكش بليزيوغ فوا، كازا بليزيوغ فوا. دونك الحمد لله كنحس بانه لا كارير غادا في واحد الوتيره مزيانه، ونقدر نقول لك اكثر من اللي كنت متوقعه انا. هو بارابور لو كا ديال اكرام بيلانوفا والله يشافي الجميع، كان اللي خاص يتريتيوه دي جون متخصصين كيما قلت، ناس الامراض النفسيه ولا ناس تتعاون بشوية القرآن، شوية السبور، شوية الراحة النفسية، ما تريقش راسها و وابخي هذه هي الفكرة ديالي. أما بارابور الموسيقى ديالي راه ما يمكن غتزيد لها داك الشيء ب1000% ولا 2000%، بس كيما قلت لك سي ان اوجيستر 1000% تري زومبيونسي، كنت يعني نقولها وكنعاود موسيقى تري تري زومبيونسي. كيبقى انه الا بغيتها مورسو رومانتيك على الراس والعين ديك الوقيته هذيك هي، سي ان تروك اللي كيكالمي، سي ان تروك كيف خدمت هذه واحد سنوات. هو صراحة التوجه الموسيقي ديالي دابا سي لا كرياسيون ديال لي كاشكول، ان كاشكول بالساكسو ديال ملكوتي، شداك تمشي للزين يا بنت بلادي، قلت لك ديجا جدات شمس العشية، يعني نحاول نستغل الآلة ديال الساكسوفون في موسيقى ومام طون إلكترونية ومغربية ضد التراث. غنقدر نمشي واحد العام بحال هكذا جونس واحد اون فانتان دو مورسو ولا جو فوا سكو واش لي زون عجبهم داكشي اتو هذا، ونتمنى خير، وانه هادشي يكون واحد التوجه موسيقي جديد اللي يرضي الجمهور. و فوالا دونك حنا تنديرو المجهود ديالنا اون ارتيست، وكيبقاو ديما الناس هما اللي كيحكموا علينا واش موسيقى زوينه ولا ماشي زوينه. هو كيبقى الحمد لله كاين اصدقاء في الدومين، كسوا دي دي جي، دي ميوزيسيان، دي ميم فيهم دي سيليبريتي، دي ستار ديال كسوا ماروكان ولا، الحمد لله اللي كاين تعرف على ناس ميم على انترناسيونال. كيبقى الصديق بصح هو هاد الآلة. كنشكر مجلة لالة العروسة على الاستضافة والصحافة الزوينة اللي ديجا استضفتنا ومازال باقية تستضفنا في مواعيد قادمة إن شاء الله. وكان ديما تخوف من انه صراحة كوتي صحافة انه عمرو ما تكون انتريسي بيك وهذا، باسكو كيطلع الباد بويز اكثر من القياس وبزاف البسالة وبزاف هذا، ولاني لقيت في الحالات الكثيرة انه الارتيست كيفرض عليك داك الباد بوز ديالو كضطر تكلم عليه، توني بو ريان هو الصحافه. دونك هذا ما بين قوسين. بقى ايغالمون كنشكر لي برومي فولور، برومي سبسكرايبر ديالك اللي على راسهم الوالدين، لا غروند فامي ابخي، الصحاب والمتتبعين اللي جاوا بتي تابتي افيك لو طون لي ديفيرون كوان ديال البلاد. و نتمنى ديما نكون محط الثقه ديالكم كسوا شخصيه اون طونك لطفي صنهاجي ولا اون طونك فنان لطفي ساكس، وشكرا بزاف. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.